ليش ما قاعد ترد علي؟ هاجة قصري حسك. ليش ما قاعد ترد؟ مو هني نتفاهم. عين وين تفاهم؟ شايف كم مرة أنا داقي عليك ودزت لك مسجات؟ ليش ما قاعد ترد علي؟ يا مينونة قصري حسك، طلعي برا نتفاهم، ما نقدر نسولف هني. لا بنتفاهم هني. يا بنت الحلال استغفر الله العظيم. يبا طلعي برا الحين لاحقك يلا. كذاب، هذه مو أول مرة تكذب علي فيها. يبا ما تكذب عليك يلا روحي أنا لاحقك بخطوتين يلا. اطلع قبلي. يبا طلعي أنا لاحقك الحين يلا لا أحد يشوفنا بس. خوف. تحسفت اني جيت. خلينا نتفاهم. ضاري انا ذليت نفسي وانا ادق عليك. بذلت نفسي وانا قاعد اسال عنك. جيت لبيتكم غصب وسحبتك عشان تسولف معاي. انت ما تبيني. شوفي ترى انا كل ما جيت اكحلها عميتها، وكل ما كنت اقول ان انا سويت شيء صح اطلع مسوي شيء غلط. وانا غلطه صح؟ هذا اللي تبي تقوله؟ تذكرين يوم قلتي لي انه يمكن انت حبيتي الشخص الخطأ؟ ترى معاش حق. انت حبيتي الشخص الخطأ في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. انا مضطر اسافر بروحي. وانت شوفي نصيبك. هذا كل اللي أقدر أقوله. أنا ما كنت أرد على تليفوناتك لأن ما عندي شيء أقوله. بعد شوي طيارتي قدمت الحجز. بعد؟ يعني فوق ما أن أنت ما قاعد ترد على اتصالاتي هم كنت ناوي تسافر بدون لا تقول لي؟ ضاري يعني أنا لو مو جاية بالصدفة بيتكم وشايفتك وأنت طالع وتشالتك غصب شرحة ما أنا على وجهي ما أدري شو السالفة؟ ضاري إيش فيك علي؟ شو اللي تغير؟ شو اللي صار مني اللي خلاك كذي تقلب؟ كل اللي أقدر أقوله شوفي حياتك وأنا أشوفك على خير. Oh,